النقاط العسكرية التابعة للجيش والحشد الشعبي في مناطق البحيرات وجرف الصخر شمال بابل تتعرض إلى هجمات مسلحة متتالية، آخرها استهداف نقطة مرابطة لقوات الحشد، وتسببت في إصابة 3 من عناصره. عدة أصناف المجيون، هنالك انتحاريين وعجلات مفخخة وأشخاص ومسلحين. فإحنا محددين المنطقة بالكاميرات، عدنا هنا حالة قبل 4-6 أيام بهذه المنطقة. وتكشف التقارير الواردة من جهازي المخابرات والاستخبارات أن عناصر تنظيم داعش يتسللون بين الحين والآخر إلى مناطق اللطيفية واليوسفية ومنطقة كارغول ذات الجغرافيا المعقدة، ويقومون بإنشاء مضافات لهم لاستهداف القوات الأمنية. طبيعة المنطقة تساعد عناصر تنظيم داعش على إجراء التسلل، خاصة المنطقة محددة إلى جنوب محافظة بغداد، منطقة قرغول، وكذلك هناك غطاء طبيعي يساعد عناصر التنظيم على الحركة في هذه المنطقة. في ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم قامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة وقوات سوات وأجهزة الدولة المعلوماتية بتنفيذ عملية واسعة لمسح منطقة البحيرات وتفتيشها بهدف تعقب آثار عناصر داعش والأماكن التي يتسللون منها. باشرنا هذا اليوم بنقطة واجب مشترك اشتركت به قيادة العمليات وكل الأجهزة الأمنية التابعة لها والمتجحفلة معها في سبيل تفتيش المنطقة، وكذلك التأكد من خلوها من أي عناصر تنظيم داعش. قوات الطوارئ والمهمات الخاصة سوات توغلت في عمق البحيرات وصولا إلى هذه المنازل، وهي المضافات المقصودة التي يتردد عليها عناصر التنظيم والمؤشرة من قبل جهاز الاستخبارات بغية تفتيشها وتأمينها عسكريا. حمل التفتيش ومداهمة جميع الأوكار الإرهابيين ضمن منطقة البحيرات حسب المعلومات عن طريق جهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات. ما زالت الهجمات المسلحة التي تستهدف القطعات العسكرية وقوات الحشد الشعبي في هذا القاطع مستمرة بسبب تسلل عناصر تنظيم داعش من جانب اليوسفية وحزام بغداد، كما تؤكد المعلومات الصادرة من جهاز المخابرات. من منطقة البحيرات شمال بابل، ميثم الشباني، الحرة.